هذا الأثر عن عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى فيه ذكر المنهج، منهج أهل السنة رحمهم الله في الصفات، فلخص منهجهم بقوله: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، إلا بما وصف به نفسه في القرآن، أي وأيضا وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب. فهذه طريقة أهل السنة، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، لا يتجاوزون القرآن والحديث، وأيضا يكون في الوقت نفسه حذرا من التمثيل، فتقول لله يدان ولا تشبهها بشيء، له وجه ولا تشبهه بشيء من الوجوه، فالله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد.